لا 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 هذا طرحهم 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 قال لكم الساعات ما فيش لا تحرك لا 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 يا صوروا شو صوروا شو قال الحين لا يجي لا يصور 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 شو يا اخوان الان تبعي النظام يا اخي الان الاطباء عندنا تبعي النظام والجارة جاهي الناس في الاطباء كلهم عند الجرحى حسن يا عاجل كل معنا قنوات اذا يا جماعه اخو صحابين صورنا للنبي ضب ضب يا ولد خلص صوروا والله احنا قلنا احنا نعتذر يا رجال والله ما والله احنا واحد لا تزعل الحمد لله السلام الله يشفيك معاكم الله يشفيك الله يشفيك الله تحت المايك يا أستاذ علي بسم الله الرحمن الرحيم يلا خليها نادي خليه الحمد لله إصاباتكم الحمد لله رب العالمين أحسن الله أحسن الله أحسن الله
ايش اللي حصل امس؟ حصل امس احنا في العرض واقفين تبعت سلام جمهوري، يعني فجأة قمنا السلام الجمهوري حصل انفجار من الخلف، العصابة جت شظايا 13 الحمد لله على السلامة. الحمد لله الحمد لله. انتوا كنتم موجودين هناك؟ كنتم من الحاضرين هناك؟ نعم. ممكن تحكي لنا ايش اللي حصل؟ ايش؟ ممكن تتكلم عن الحادث امس؟ اتكلم كنا في باب العرض متجهزين. ايوه العرض ولا ندري الا بالانجليز، فاحنا واقفين تبات منتظرين كلام الدفاع. السلام عليكم.
الحمد لله على السلامة. الله يشافيك. لا الحمد لله على الاثنين. شفاك الله عافاك طهور ان شاء الله اخواننا الجيش من امتهان لكرال نفس التي حرمها الله، ونقول ان هذا العمل الشنيع لا يمت للثوره ولا لشبابها باي شيء البتة. اليوم ذهبنا في زياره لورود السلام الى اخواننا الجرحى في منطقه في مستشفى الشرطه ومستشفى الثوره ومستشفى العسكري لنقدم لهم ورود السلام ونعزيهم في مصابهم الجلل، وهم اخواننا وهم حماة الديار، وكما قالوا لنا يباركون لنا بعيد 22 مايو، وقالوا انهم هم فدان بارواحهم لهذا الوطن. حرصا منا على واجبنا الانساني واخلاقنا الثوريه انطلقنا في قافلات شبابيه انطلقت مساحه التغيير تضم حقوقيين وناشطين وصحفيين لزياره اخوان الذين سقطوا في الحادث الاجرامي الذي وقع امس في ميدان السبعين. انطلقنا من هنا وقمنا بزياره من المستشفيات وقدمنا لهم باقات من الورود كتعبير عن حبنا لهم وادانه واستنكارا لهذا الحادث الاجرامي الذي وقع عليهم. كنا بالامس ندين كل الحوادث والمجازر التي كان يرتكبها بعض حدث الأمن علينا كشباب ثورة، وها نحن وها هم اليوم ترتكب ضدهم المجازر، وبالتالي فنحن كما كنا ندين على أنفسنا ندين ما يحصل لهم، لأن الدم اليمني دم واحد ودماءنا كلها واحدة، ونحن ضد العنف وضد كل من يقتل أي سواء مهما كان من الشعب اليمني، فالدم هو دم واحد.